try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في واحد لافيديو جديد. في هذا لافيديو هو تتم الحساب النهائي. بعد ما عرفنا حساب الدول الجذريه والدول اللي فيها الجذر، يعني شفنا الحالات كاملين والحالات تاع الدول الجذريه والحال اللي فيها الجذر فيهم كاملين 70 لا ليميت، يعني 70 لا ليميت من نيفو يعني تاع الاساس بان نفهم لا ليميت حتى النيفوات اللي هما طالعين، يعني من نهايه ساهلين الى نهايه صعب. شفنا هاد الحالات كاملين يعني في نطاق الفيديوهات كاملين اللي فاتوا على القناه. دابا جا واحد الوقت باش نفهموا واحد الحاجه اللي هي مهمه وتتخلع بزاف التلامد، وحنا عارفين بانها تتخلع التلامد بزاف وخاصهم يفهموها مع العلم انها سهله، غير حطوا ديك الفكره بانها ورا صعيبه. شنو هي هاد الحاجه اللي هما الدول المثلثيه او لي فونكسيون تري غونومتريك؟ هاد الدول مجرد بحكم تنخدم مع التلامس مجرد تشوف سينيس كوسينس طونجون ما تخدمش التمرين تقول لك لا صعيب. حنا جينا باش في هاد لاشين باش نحيدوا هاد الفكره تاع ان هادو صعاب ساهلين. غنمشيو مرحله مرحله غنديروا فيها العديد من الفيديوهات، يعني فقط في الدول المثلثيه نحاول ندير اكثر من 20 لا ليميت تاع الدول المثلثيه، يعني متدرجه الصعوبه، يعني ما نبداوش حاجه سهله باش نعرفوا الاساسيات ومن ثم وغاديين طالعين. ما عليكم الا انكم تكونوا معنا في لاشين، وما تنساوش بانكم تشوفوا الفيديو من البدايه للاخر. كي اللي تدخل شوف الفيديو طلع ما عجبكش سير خرج، ولكن باغي تستافد دخل شوف الفيديو من البدايه للاخر، لان نقدر نقول شي حاجه اللي معلومه مهمه يا اما في النص تاع الفيديو في البدايه في الاخر، يعني خصكم ضروري تشوفوا الفيديو من البدايه حتى الاخر باش نفهموا هادشي مزيان. ندوزوا على بركه الله. فاول اساسيات او لا باز في الدول المثلثيه بالنسبه للنهايات الدول المثلثيه هو نكون عارف بعد النهايات اعتياديه متفقا. غنبداو بالحاله العامه اللي هي اصلا تعطينا حاله خاصه الحالات الخاصه. اول حاله في الحالات العامه هي لا ليميت مني اكس تتمشي لزيرو ديال اش ديال سينيس ديال ا اكس على ا اكس، هادي شحال تتساوي ليا؟ تتساوي ليا واحد. واش متفقين؟ يعني فما تشوف هو التعبير تقول لي شنو هو ا؟ عباره على عدد ينتمي الى ا، غيكون واحد جوج ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية، ولكن خاصو يكون عدد ينتمي الى ا. وكاينه العكس تاعها ايضا يساوي واحد، راه حتى لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال ا اكس على سينيس ديال ا اكس ماذا يساوي؟ ايضا يساوي واحد. هذا بالنسبه للسينيس. ندوزو بالنسبة لمشي طونجونغ، أيضا عندي تاهو تقريبا بحالو، عندي لا ليميت من إكس تمشي لزيرو ديال إش ديال طونجونغ ديال أإكس على أإكس شحال تتساوي؟ أيضا تساوي واحد. وكذلك إلى عندي لا ليميت من إكس تمشي لزيرو ديال إش ديال أإكس على طونجونغ ديال أإكس هي ايضا تتساوي واحد. متفقين؟ يعني هذه الحالات العامه بالنسبه لمسيو سينيس وبالنسبه لمسيو طونجون. كيف نمشيو عند مسيو كوس؟ مسيو كوس ما عندوش بحال هذه القضيه، عنده حاله بوحده، يعني لا ليميت عندها وحده لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال واحد ناقص الكوس ديال ا اكس على ا اكس او كاري، لان عندي او كاري ماذا تساوي؟ تتساوي لي هي واحد على اثنان. هذه بصفة عامة كما قلت لكم. فهاد الا عبارة على اعداد، يعني واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، وغادي بعد كين يكون ينتمي الى اف. اهم حاجة في لا ليميت خصك تكون عارف هادو، ما عارفش هادو فانت ما عندكش مع لا ليميت، ولكن حنا علاش كاينين هنا باش تعرفوهم، يعني حتى لو ما كانش عارفهم ولا عارفهم هادو ضروري خاصهم يكونوا عندك هنا، يعني خدام في الدولة المثلثية هادو كاينين في راسك متفقين، من غير الشيء الاخر تاع النيات الاعتيادية اللي كنا شفنا في الفيديوهات اللي قبال، يعني الاشكال المحددة والغير المحددة. ندوزو في الحالات الخاصة. بالنسبة للحالات الخاصة هي نفسها غير ما تكونش ا، يعني الا بانت خدام وبانت لي لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال هنا بحال ما كاينش بحال ا عباره على واحد سينيس دو اكس على اكس تتساوي واحد،
وايضا الا شفت لا ليميت من اكس في زيرو ديال اش ديال المقلوب تاع عادي تاع السينيس تاع اكس على السينيس دو اكس اكس سينيس دو اكس ايضا تتساوي واحد. وكذلك بالنسبه لمسي طونجونك غتولي عندي لا ليميت من اكس تمشي لزيرو تاع اش تاع طونجونك تاع طونجونك دو اكس سور اكس تاهي تعطينا واحد. وايضا لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال اكس على طونجونك دو اكس تاهي ايكال ا ان تافقين هنايا. وبالنسبه مسيو ايضا كوس ونفس الحاجه بالنسبه لمسيو كوس يعني عندي لا ليميت من اكس تتمشي لزيرو ديال اش ديال واحد ناقص الكوس ديال اكس ولكن على اكس او كاري تتساوي ليا ايغال ان سور دو طافقين. يعني هذه تاع بصفه عامه كما بغا يكون هاد ا واحد جوج ثلاثة أربعة، اما بالحالات الخاصه فهي اعتبرنا بان ا واحد يعني تكون بعض المرات موجوده بلا ما نبقاو مباشره بان ليا التعبير يساوي واحد في لا ليميت يبان ليا التعبير واحد يبان ليا التعبير واحد يبان ليا التعبير واحد يبان ليا التعبير. ولكن لاحظوا معايا الشروط راه كاينه ا اكس او كاري هي بصفه عامه ا اكس يعني الحاجه اللي خاصها تكون هنا خاصها نفسها تكون هنا ولكن في المقام خاصها تكون مرفوعة أو كاري يعني أس اثنان متكونش أس ربعة أس شي حاجة. في هاد الحالة تساوي ليا واحد على اثنان. باش نفهمو أكثر غندوزو نخدمو على بعض النهايات متافقين يعني غنبداو أسهل لا ليميت اللي ممكن تشوفو ونتمو غادي ونزيدو النيفو. نخليكم ورجع باش نديرو النهايات ديالنا. ندوزو نبداو على بركة الله على النهايات. كما تلاحظوا في انني خليت هادو يعني باش بلا ما نبقى نمسح ونعاود نكتبهم كل مره نذكر يعني في المره الاولى غنبقى حاطهم لان من بعد ان نبداو نفوا شويه طالعين نزيدوا بعض الخاصيات وبعض الحالات واش متفقين يعني ضروري نخلي هادو هنا في هذا الفيديو. اول حاجه عندي لا ليميت من اكس الى زيرو تاع السينيس تاع دوز اكس على اكس. اول حاجه فما غالبا ما تلقاوش بان تساوي احد التعابير يعني نتوما اللي خاصكم ديروها. اول حاجه في مرحله تاع لا ليميت نقول لكم دائما هي مرحله التعويض. كما تلاحظون بان التعبير ماشي شي واحد محل التعابير. اول حاجه نجي نعوض اكس بزيرو عندي جوج مضروبه في زيرو اللي هي زيرو السينيس تاع زيرو هو اش هو زيرو متفق يعني عقلوا معايا على السينيس ديال زيرو تتساوي زيرو متفق في المقام زيرو وبالتالي حصلنا على زيرو على زيرو اللي هو فورم انديتيرميني اللي هو مفسخوط هو اللي دين لان ضروري خاصنا نكونوا عارفين الاشكال غير المحدده اللي مازال ما عارفهم. فارجع شوف فيديوهات من ا زيرو وراه الناس اللي تبعوا الفيديوهات من ا زيرو فصيفطوا لي رسائل وقالوا لي بانهم فهموا مزيان ثم قلت لهم تبارك الله عليكم. شنو الناس اللي مازال ما شافهم لانني مشيت بطريقه تدريجيه يعني بحال قلنا النهايات من الصفر يعني كون فاهم كون ما فاهمش يعني داك الشيء تدريجي ومن تما غادي تطلع في الفيديوهات الا ان النيفو تاعك تما غادي وتزيد. يعني انا خاصني ندير شي لقطه يعني اللقطه اللي ندير هنا هو خاصني نحاول نوصل بعد النهايات اللي بحال هنا مش متفقين ولكن بصفه عامه نخدم بحاله عامه. عندي هنا واحد العدد تلاحظوا بانه واحد العدد عندي هنا جوج يعني هو هو ا واش متفقين يعني خاصني نوصل انا السينيس ديال ا اكس على ا اكس خاصها تساوي ليا واحد ولكن تنشوفوا في المقام راه كاين غير اكس يعني خاصني ا ديالي انا هو شنو هو راه هو جوج هو هذا يعني انا اش خاصني نضيف خاصني جوج يعني ندير لي واحد النقطه لاحظوا معايا اش ندير لي انا خاصني جوج غنضرب في جوج ونقسم على جوج بحال ما درنا حتى شي حاجه لان جوج على جوج هي اش هي واحد يعني ما درت حتى شي حاجه ولكن درت واحد الطريقه رياضيه او ميم توقيت في بلاصتي. هتقول لي هادشي اش يولي لاحظوا معايا اش يولي تساوي ليا هي لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش تنعرفوا بان الا عندي ا على بي مضروب في سي على دي ماذا يساوي هو البسط في البسط والمقام في المقام ممكن نبدل هي ا سي في بي دي متفقين يعني انا محتاج نهاية اعتيادية هذه مقاده راسها براسها نخليها ترونكيلينا يعني تبقى ليا سينيس تاع دوز اكس.
المقام اناش خاصني باش نوصل لهاد النهايه الاعتياديه، خاصني يعني جوج اكس، يعني ساهل نشد هذا ونلوحو هنا قدر في البسط، يعني ممكن نديرو بحال هكا تولي ليا جوج اكس، ولكن هنا اش يبقى ليا؟ غيبقى ليا جوج اللي شحال تساوي ليا. دابا هادي ولات نهايه اعتياديه كما تلاحظوا، هادي ولات نهايه اعتياديه مكتوبه على شكل سينيس ا اكس على ا اكس، يعني هذا هو نفسه هذا، وبالتالي النهايه الاعتياديه اللي شحال تتساوي؟ تتساوي واحد، تتساوي واحد فاش مضروبه بجوج يبقى ترونكيل، لا تساوي ليا واحد مضروبه بجوج لا تساوي ليا جوج، واش متفقين؟ نقطة الأخيرة نقول لهم إذا لا ليميت من إكس تمشي لزيرو غير التعبير الأصلي اللي هو سينيس تاع دوز إكس سور إكس إيكال جوج. كما تلاحظوا باننا غاديين بطريقه تدريجيه، هذه اسهل لا ليميت في النهايات الدول المثلثه ممكن تشوفوا الطريقه، ولكن كما تشوفوا الاساس اللي علاش نخدم على غالبا على هذه الحالات العامه اللي خاصني نكون عارفها. الحالات الخاصه فهي داخله في نطاق ا تساوي واحد، فمسح النهايه واحد ورجع نشوفوا النهايه جوج. ندوزو لدابا لا ليميت اثنين، لا ليميت جوج هي هذه، عندنا لا ليميت من اكس مشى لزيرو تاع سينيس دوز اكس على تروز اكس. اول حاجه هي مرحله التعويض لان ما عنديش نهايه اعتياديه بحال الحل العامه، عندي زيرو مضروب في جوج اللي هو زيرو، سينيس تاع زيرو اللي هو زيرو، ثلاثه مضروبه في زيرو اللي هي زيرو، وبالتالي طحنا في المسقط الوالدي اللي هو زيرو على زيرو، يعني فورم انديتيرمين، يعني كندير تنخرج من فورم انديتيرمين. عندي السينيس عيني على السينيس، متفقين؟ يعني السينيس عيني على سينيس. الفوقاش كاين عند السينيس جوج اكس، مي تحتاش كاين ثلاثة اكس. عندك بعض العلماء يمشي يديرو لهم تساوي واحد، ويقول لهم راه قال لنا واحد خاينة، راه ملي تشوفو السينيس تاع ا اكس على ا اكس و ا ينتمي الى اغ، سيرو ديرو لي هنا. ولكن تلاحظو بانني درت ا، يعني العدد اللي كاين هنا هو نفسه خاصو يكون هنا، ما درتش ا بي، واش متفقين؟ درت ا، يعني اللي يكون هنا هو نفسه يكون هنا، ماشي زعما كاين عدد ينتمي الى اغ، العدد اللي تكون هنا هو اللي كاين بحال الحاله الخاصه. شنو هو الحدا اكس؟ واحد، راه هنا كاين واحد، يعني خصو يكون بحال بحال، يعني عندي الشكل غير شكل غير محدد. يعني اش ندير؟ شوف انا المقام اش باغي جوج اكس، مي هنا انا عندي اش 3 اكس. لاحظ معايا الطريقه كيفاش، انا خرجت 3 غتولي ما تساوي هي لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديالاش الفوق نحتاج سينيس دوز اكس. دابا نشرحها لانني غادي مرحله مرحله. اكس غتقول لي ديك 3 فين تمشي ساهله، تبقى هي واحد على 3 حتى دابا انا جيت عاوتاني سينيس تاع دوز اكس في واحد تعطيني هي هادي، و اكس مضروب في 3 تعطيني 3 اكس، بحال ما درت حتى حاجه، ولكن انا راه غيرت وبقيت في بلاصتي او ميم طون. دابا اش باقي خاصني؟ باقي خاصني هاد جوج لحدا اكس، لان كاينه جوج اكس، يعني هنا خاصني جوج، خاصني جوج، فالامر بسيط جدا. يعني اش خاصني جوج فهاد البلاصه؟ غنضرب جوج هنا ونقسم على جوج، بحال ما درت حتى شي حاجه، يعني اش تولي تساوي ليا من بعد؟ تولي تساوي ليا هي لا ليميت، متفقين؟ هي لا ليميت ديالاش من اكس تمشي لزيرو ديالاش، هاد جوج ما لوحاش هنا، غتولي هي السينيس تاع دوز اكس، متفقين؟ جوج مضروب في اكس هي جوج اكس فاش مضروبين. دابا جوج غنطيرها هنا، جوج مضروبة في واحد اللي هي جوج، جوج دخلت هنا اش يبقى لي هنا؟ هي تلاتة، واش متفقين؟ يعني ممكن شي واحد باش يديرها مزيان، يعني يخلي واحد شوية لي سباس هنا ويدير شحال، يدير واحد على تلاتة، ويجي هنا ويدير واحد يدير جوج على جوج باش تبان امور حسن، متفقين؟ يعني انا محتاج هنا جوج، فهاد جوج تجي هنا، هاد جوج انا محتاجاش تلحنا، لان من تكون عندي الضرب والكسر في البسط في البسط والمقام في المقام، وتلعب به كما بغيت انا، ما عنديش مشكل. من بعد اش ولا عندي؟ ولات هادي عندي اسيدي نهايه اعتياديه، هي شناهي؟ مكتوبه على شكل سينيس تاع ا اكس على ا اكس، هاهي شحال تساوي ليا من اكس يؤول الى زيرو؟ شحال؟ واحد. ولكن حذاري عاوتاني، راه اكس يؤول الى زيرو، هاد الحالات اكس يؤول الى زيرو، واش متفقين؟ عندك شي واحد تبان لينا واحد ولا جوج يمشي يخدم على الاساس؟ لا، تاع زيرو. شحال تعطينا؟ عطينا واحد، اذا تولي هي واحد مضروبه، هنا بقات لي جوج على ثلاثه، اللي شحال تساوي؟ هي جوج على ثلاثه. اذا لا ليميت من اكس تتمشي لزيرو ديالاش ديال السينيس تاع دوز اكس على تروز اكس شحال تتساوي؟ تتساوي دو سوغ تروا، متفقين؟
هذا بالنسبه لا ليمي زوج، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان من تما وغادي. حنا الهدف تاعنا هو تبان لنا المره الاولى بان الفكره تاع الدواء المثلثيه يبداو يبسطوا لنا في عينينا، باش من بعد تما وغادي نزيدوا في النيفو تاع بصح. دابا شنا ليميت واحد، شنا ليميت زوج، فهم صح الصبوره ندوزو لا ليميت واحده اخرى. ندوزو دابا لا ليميت ثلاثة، ولكن قبل ما ندوزو نخدمها فتنطلبكم انكم توقفوا الفيديو وتمشوا تخدموا نتوما لا ليميت ثلاثة. انا غنخدمها مباشرة، توقفوا الفيديو وتمشوا تخدموا لا ليميت ثلاثة، هي هادي لي سين 7 اكس على 4 اكس، وشوفوا واش تخرج لكم نفس النتيجة اللي غتخرج لي انا دابا، ولكن سيروا بنفس الطريقة باش خدمت انا في لا ليميت واحد وزوج، يعني قدامكم دائما نهاية الاعتيادية. فأول حاجة كما تقول دائما هي مرحلة التعود، أنا مش نعود مش لأن مش نهاية اعتيادية، يعني عندي 7 إكس من هنا عندي 4 إكس، يعني مش بحال بحال، عندي زيرو بحال لا ليميت زوج تقريبا، غير باش تبسط الأمور بالنسبة لكم. جوج مضروبة زيرو مضروبة في 7 اللي هي زيرو، سين 9 زيرو اللي هو زيرو، 4 مضروبة في زيرو راه هي زيرو، يعني تحت فورم انديتيرمين، يعني خصني ندير شي لقطه متفقين، يعني فوق عندي 7 اكس واش متفقين، هنا هي كاينه اكس مي خاصني 7، ساهله ندير لها بحال كما درنا قبل، اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال السينيس ديال 7 اكس على اكس، ياك فاش مضروبه الفوق يبقى عندي واحد و 4 نخرجها على برا متفقين. مي من بعد اش باغي انا، هنا باغي 7 يعني ما عنديش 7، ساهله غنضرب في 7 ونقسم على 7 بحال ما درت حتى شي حاجة، تساوي يلا ليميت من اكس تمشي لزيرو، هنا الفوق باغي السينيس تاع 7 اكس هاهي، هنا غنجيب هاد 7 هنا يعني تولي عندي 7 اكس لأنه عندي الضرب مضروبة، هنا 7 في 1 اللي هي 7، هنا بما أن هذا جا هنا يعني هنا يبقى ليا 1، 1 مضروب في 4 لا تساوي ليا هي 4، وبالتالي في هاد الطرف حصلنا على النهاية الاعتيادية اللي هي سينيس تاع اكس على ا اكس من اكس يؤول الى زيرو، عارفين شحال تساوي؟ واحد، يعني تساوي ليا واحد مضروبة في 7 على 4 لا تساوي ليا هي 7 على 4 ومثل الاخرى نقول لهم. اذا لا ليميت من اكس تمشي لزيرو تاع اش تاع السينيس ديال 7 اكس ل 4 اكس حتى تساوي هي 7 على 4 متفقين. هذا ما كان بالنسبة لهذا، مازال نزيدو هذا ما كان بالنسبة لا ليميت، هذه مازال نزيدو واحد لي ليميت واحد اخر باش نشوفو بحال قلنا السطاج الاول، المرحلة الاولى وانكم تمشو تفهموا ليا مزيان هذا الشيء. وكما تلاحظوا بصفة عامة الى عندك لا ليميت، يعني تشوفوها دابا الى عندنا لا ليميت مثلا من اكس يؤول الى زيرو تاع السينيس دو اكس على ا اكس، باش نبين بالنسبه لكم تما الامور واضحه، ا اكس على بي اكس ماذا تساوي بصفه عامه؟ تساوي بصفه عامه هي ا على بي، تنظن بانكم تكونوا لاحظتوا هذه الملاحظه. فنجيو نشوفوا نطبقوها هنا واش بصح القضيه اللي قال لنا هذا السيد واش كاينه او لا ما كاينش، واش متفقين؟ يعني مثل ناخذ المعلومه خصنا ناخذ المعلومه صحيحه، واش متفقين؟ يعني المعلومة راه متواجدة في أي بلاصة، واش المعلومة صحيحة؟ واش وصلتني بطريقة صحيحة أو لا؟ واش متفقين؟ ركزوا بزاف على هاد القضية، بالأخص في التعليم عن طريق الإنترنت، خصكم تكونوا متأكدين من أن المعلومة بأنها صحيحة 100%. عندي السينيس تاع إكس على بي إكس، يعني بحال هاد الحالة خاصها تعطيني في النتيجة على بي، نشوفوا أنا عندي السينيس تاع 7 إكس على 4، يعني أنا خاصني نقول في راسي راه النتيجة تخرج 7 على 4. نشوفوا شنو هو العدد اللي حدا اكس هنا هو 7، لاحظوا هي 7، شنو هو العدد اللي حدا اكس في المقام اللي هو تنعتبره انا بي هو 4، في النتيجه شحال هي 7 على 4. علاش نقولوا بصفه عامه لا ليميت من اكس تمشي لزيرو تاع السينس اكس على بي اكس تساوي اعلى بالنسبه للنتيجه، ولكن ضروري خاصكم ديروا التعليل، هذا هو مكان بالنسبه للتعليل. فمسح السبوره وندوز واحد لا ليميت اللي هي ماشي بحال هذا نوع اخر اللي هي لا ليميت 4، مسح السبوره ورجع لكم. ندوزو دابا لا ليميت 4، لا ليميت 4 كما تشوفوا فيها طون محرور يعني طونجونغ متفقين. بالنسبة غير واحد الملاحظة بغيت نفيكسي لكم في رؤوسكم، وأنكم تلاحظوا أن السينيس يعني تقريبا هي السينيس أكس على أكس بحال بحال طونجونغ تاع أكس على أكس بجوج تعطونا واحد، يعني السينيس
والطونجونك يعني عنده نفس اللقطة، يعني نحطه في راسنا السينيس والطونجونك بالنسبة لا ليميت، يعني تسحب شي واحد عنده النص الخاصية. بالنسبة للنهايات الاعتيادية اللي تعرفنا عليهم دابا، يعني السينيس والطونجونك بحال بحال، يعني ياك يعني عرفت السينيس راه ساهل باش ندير الطونجونك، عرفت الطونجونك راه ساهل باش ندير السينيس. هنا اول حاجه هي مرحله التعويض، نجي نعوضو اكس اول الى زيرو، عندي جوج مضربه في زيرو اللي هي زيرو، طونجونك تاع زيرو اللي هو زيرو، خمسه مضربه في زيرو اللي هي زيرو، وبالتالي حصلنا في اعلى فورم عندي تيرميني اللي هو زيرو على زيرو. تقول لي كان درت نخرج عندي طون محرور، يعني عيني على طون محرور، يعني القضيه خصها تخرج لي ا اكس على ا اكس. هنا عندي جوج اكس، من هنا عندي خمسة اكس، نديرو نفس اللعيبة اللي درنا للسينيس. وكما قلت لكم في قلت لكم بأن لا ليميت من اكس تمشي لزيرو تاع السينيس ديال ا اكس على بي اكس شحال تساوي ليا على بي، كذلك هذه صالحة بالنسبة للطونجونك. إذا عندي طون حرور ديال ا اكس على بي اكس شحال تساوي على بي، يعني أنا في هذه النتيجة عارف تخرج ليا في راسي، يعني مش نديرها لي مباشرة في راسي جوج على خمسة، ولكن خصني نعلل. غنقول لهم تتساوي هي لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال طون الحرور ديال جوج اكس على خمسة اكس على اكس، متفقين؟ من بعد اش نقولو اش نديرو، غنخرجو واحد على خمسة، يعني المقام الفوق راه واحد، لان يعني جات نصر كما سبق ذكر غنعاود القضية، هدف هذا هو هذا، خمسة في إكس راه هي هادي، راه كاين اللي الكونيكسيون عنده ناقصة، يعني صعيب خاصك تبقى شحال تعاود لي باش يا ربي افهم، متفقين؟ أنا الفوق واش باغي؟ باغي جوج، خاصني جوج نضرب في جوج ونقسم على جوج بحال ما درت شي لعبة، متفقين؟ من الآخر هذا حتى هو نوصل للنتيجة. هنا غنخلي طونون ديال جوج إكس، متفقين؟ هنا هاد جوج غنديرها هنا غتولي هي جوج إكس، متفقين؟ فاش مضروبة هنا جوج في واحد اللي هي جوج، هنا مني لحتو هنا راه يبقى ليا واحد، واحد في خمسة اللي هي خمسة، وبالتالي هادي نهاية اعتيادية بجوار الزيرو. طون ديال جوج اكس ا اكس على ا اكس يساوي طون ديال ا اكس على ا اكس يساوي واحد، متفقين؟ يعني تساوي لي هادي واحد، فاش مضروبة جوج على خمسة لا تساوي ليا جوج على خمسة. واش نشوفوا هاد القضية اللي قلت لكم قولوا واش بصح، واش تدخل لنا كما تلاحظوا بصح خرجت ليا جوج على خمسة، ولكن هادي في راسكم مي الطريقة خصكم ضروري تعللو. إذا لا ليميت من إكس تمشي لزيرو ديال اش ديال طون الحرور ديال جوج إكس على خمسة إكس شحال تتساوي؟ تتساوي هي اثنان على خمسة. هذا ما كان بالنسبة لا ليميت ربعة، غنمشيو نشوفو آخر لا ليميت هي لا ليميت خمسة، ولكن أذكر لا ليميت مهمة لأن نستافدو فيها شي حاجة جديدة، فمسح السبورة وأرجع ليكم. ندوزو لدابا لا ليميت خمسة، لا ليميت خمسة اللي هي هادي، عندنا لا ليميت من إكس تمشي لزيرو تاع السينيس دو إكس، كاين سينيس دو إكس أو السينيس دو إكس، مي في المقام عندي جذر اكس، عندك شي واحد هنا القضية في الحالة الخاصة تقول لي ان السينيس دو اكس على اكس تساوي جذر واحد، اكس ماشي جذر اكس، تقدر خاصنا ضروري نحيدو داك الجذر، يقدر شي واحد انا تنقول لكم بحكم التجربة اللي تنشوف التلاميذ تيديروها، كاينين بعض العلماء تيشدو تيقول لك انا باغي في راسو واحد الفكرة اللي هي صحيحة، يعني انا باغي نتخلص من الجذر تندخل ليه اوكاري، متفقين معاه، ولكن في بلاصتها امتى تندخل دابا كنطير جذر تندخل ليه اوكاري، يعني في المعادلات وفي المتراجعات ماشي هنا. هنا كاين بعض العلماء تيجي مباشره ويرفع اوكاري، كان عنده التعبير يجي يرفع اوكاري، ها بغا فهمت غير بغا هو يدير اوكاري، حيت في راسه واحد المعلومه بان باغي نحيد الجذر تندخلوا لها اوكاري، ولكن في بلاصتها في المعادلات ومتراجعات. هنا ما عندكمش الحق، يعني عندك شي واحد يكون متبع معانا من العلماء، يعني كاين بعض الحوايج نحطهم في بلاصتهم، يعني الا حطيتها في بلاصه راه ما تجيش. هنا تحت الشكل اول حاجه نعوض السينيس دو زيرو على جذر زيرو اللي هو زيرو اللي هو زيرو على زيرو اللي هو فوق عندي التيرم، يعني ما خدامش. هنا كاين اللي ممكن يخدم بجوج طرق، تقول لي شنو هي هاد الطريقه اللي ممكن يخدموا بها، يعني نفس الفكره غير واحد ممكن يخدم الجذر يضربو في المرافق، كاين اللي ممكن مباشرة هو خاصة إكس غيضرب في إكس ويقسم على إكس، باش نفهمو الميثود كيفاش.
واحد ولكن بجوج صحاح حتى جوج. بالنسبه للطريقه واحد يدير لينا واحد خونا ولا واحد خفنا دير لينا لا ليميت من اكس تمشي زيرو ديالاش ديال سينيس دو اكس على جذر اكس. ممكن يقول شي واحد نضرب في المرافق، المرافق ديال المقام، شنو المرافق ديال المقام؟ الا عندي مثلا جذر اكس بصفه عامه تعبير كما بغى يكون، فالمرافق ديالو هو نفسه هو جذر اكس. مثلا عندي مثلا جذر 3 فالمرافق تاعها هو جذر 3، عندي جذر اكس فالمرافق تاعها هو جذر اكس. واش متفقين؟ فهاد القضيه كنت شرحتها في الفيديوهات على الدوال اللي فيها الجذر، يعني ساهله، ها يضرب في جذر اكس ويقسم على جذر اكس بحال ما دار حتى شي حاجه، ولكن الهدف تاعها هو يوصل للنهايه هذه هي تساوي يلا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديالاش ديال فوق تبقى لي سينيس دو اكس فاش مضروبه هاد الفوقاني نخليه متفقين يبقى عندي جذر اكس. ولكن المقام اش يولي عندي؟ ولي عندي هذا فجذر اكس مضروب في جذر اكس عطينا هو اكس ف نديرها هنا فجذر ا مضروبه في جذر ا تتساوي ا. الى مشيت الكالكول ودرت جذر 3 مضروب في جذر 3 تعطيك مباشره 3، ولكن كالكول علميه جذر 5 مضروبه في جذر 5 تعطيكم 5، يعني جذر ا مضروبه في جذر ا هي يعني جذر يعني جذر اكس مضروبه في جذر اكس شحال تعطيني؟ تعطيني هي اكس متفقين. وبالتالي هنا حصلت على نهايه اعتياديه اللي هي السينيس دو اكس على اكس شحال تساوي؟ تساوي واحد. فاش مضروبه اكس نعوضها بزيرو جذر زيرو اللي هو زيرو، وبالتالي لا ليميت واحد مضروب في زيرو تساوي ليا زيرو، يعني النتيجه هي زيرو. ندوزو للميثود اللي ممكن يخدم بها واحد اخر، يقول لنا بان لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال السينيس دو اكس على اكس، ولكن هو شو انا ضربت جذر اكس على اكس هو ممكن اللي هو نفرض مثلا، ولكن تنهضر انا على لان نشرح تنهضر على جوج اشخاص ممكن يخدموا بطريقه مختلفه ويحصلوا على نفس النتيجه. هو تتبان لي بان انا كاين جذر عفوا هو تيبان لك تيقول لك خاصني اكس، خاصني اكس نضرب في اكس ونقسم على اكس سهله، نضرب في اكس ونقسم على اكس ماذا تساوي؟ تتساوي هي لا ليميت من اكس تمشي لزيرو ديال اش ديال السينيس دو اكس. انا خاصني اكس نبدل لهم بلايص هذا نجيبو هنا ونجيبو لان الضرب تبادلي على اكس مضروبه البسط يبقى لي اكس والمقام يبقى لي هو جذر اكس متفقين. اللي تساوي لي هي لا ليميت لانني حد الان هي خرجت لي في البلاصه واحد متفق لانني هي اعتياديه. مي هنا علاش نعوض زيرو على جذر زيرو زيرو على زيرو اللي هو فورم انديتيرمين يعني باقي في شكل غير محدد اش ندير؟ فسهلة هذه قاعدة هي رياضية غتعطينا هنا اللي هي السينيس دو اكس على اكس لات مضروبة. فهذه قاعدة رياضية غنعطيكم بعض القواعد الرياضية بحال تقريبا بحال الشكل تتقول لك إلا عندك ا على جذر ا تتساوي هي ا متفقين؟ ا على جذر ا تتساوي عفوا هي جذر ا. يعني مثلا إلا خديت 3 سيرو الكالكول 3 على جذر 3 تساوي لكم هي جذر 3. مثلا جذر 6 على جذر 6 تساوي لك هي جذر 6. باش توضح لكم هاد الفكره في راسكم سير الكالكيلاتريس علميه نكرر علميه ديروا ا على جذر ا تساوي لكم هي جذر ا. يعني انا عندي اكس على جذر اكس ما تساوي هي جذر اكس. واش متفقين؟ يعني كي داروا باش نشرح كي داروا واش لقاو هذيك ضرب في مرافق اللي هي هادشي قاعده رياضه نجي نشرحها انا. عندنا ا على جذر ا علاش تساوي جذر ا بالضبط؟ هنا حشومة يكون جذر في المقام باش تضرب باش نحيد الجذر خصني نضرب في عشيرو اللي هو شناهو المرافق تبقى لي ا على جذر ا باقي الله درت لعيبه على المرافق هاي. يعني نضرب في جذر ا ونقسم على جذر ا بحال لا ما درت حتى شي لعبه متفقين. نتلخى البسط في البسط والمقام في المقام تبقى عندي هي ا جذر ا جذر ا نضربها في جذر ا عطينا هي ا. من بعد تمشي لي ا هي ا مع ا اختزال تبقى لي جذر ا. شرفتهم من جد ولكن بصفه عامه ها هي الخاصية. يعني دابا ساهل يعني وصل نفس القضية اللي دار بها الطريقة الأخرى غير أنا تزدت مرحلة ماذا تساوي؟ دابا يجي عوض تساوي هذه واحد فاش مضروبة وهذه زيرو يعني بجوج حصلوا على زيرو غير هنا طريقة بسيطة هنا عاوتاني تزدت مرحلة متلخر يقولوا بجوج. إذا لا ليميت من إكس تمشي لزيرو ديال سينيس دو إكس على غاسين دو إكس إيكالا زين. هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو كما شفنا خمسه لا ليميت تاع لا باز تاع الدوال المتلازمه بالنسبه لا ليميت. فان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي
ونتمنى انكم تعاودوا هذا الشيء بان نحيدوا هذيك المقوله تاع السينس والكوسينس الصعاب، يعني الساهلين خاصنا غير نخدموا. نشوفوا في الفيديو الجاي، نتمنى انكم نشوفكم بخير وعلى خير، وما تنسوش انكم تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، لاننا مثلا بحال هذا غنكون ديجا لايحه على شكل التمرين في مواقع التواصل الاجتماعي اللي عندي كاملين، وانتم تخدموا باش نشوفوا الفيديو تشوفوا فقط غير التصحيح واش متفقين من غير لي لايف اللي نولوا نخدموا. يعني كاين شي حوايج نقول لكم زوينه مع عليكم الا انكم تشتركوا وتحاولوا انكم تبارطاجوا مع الاصدقاء تاعكم باش تكون الافاده جماعيه، ونحيدوا ديك المقوله تاع الرياضيات صعيب، وحنا بغينا كل شيء ينجح، هذا هو الهدف تاعنا، ونعطوا المعلومات كاملين اللي عندنا. فنتلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.